طيب قصف قالوا الاولاد نايمين، قلت الحمد لله انهم نايمين. طلعت على الباب نايم على الباب والاولاد كلهم جوا هم وعيالي. دخلت الخيمه لقيت لقيت من الخيمه دخلت الخيمه لقيت المره كلها تنزف والاولاد بنزفوا وعيالي يعني يرثى لها، كل الاولاد مصابين اللي كانوا في الخيمه. ما فيش واحد طلع سليم. كل اهلنا كنا قاعدين له فجاه الصاروخ هيك كلها صار احمر ضاوي احمر، صرنا نصرخ على بعض مين ميت مين عايش. جثث مقطعه، دماء اطفال ابرياء، مش من حقهم ان يصير فيهم هذه الاشياء. حتى الطعام El ataque israelí contra un campo de desplazados en Rafah, que mató al menos a 45 palestinos, muchos de ellos mujeres y niños, ha horrorizado al mundo. Organizaciones internacionales han condenado el bombardeo ocurrido días después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara el cese de los ataques en Rafah. ما عرفنا وين نروح ولا وين نيجي، الدنيا ظلمة وما فيش إسعافات فورية ما جاتش على طول. نتطلع مش عارفين أشلاء هانا وش مقطعين هانا ومكان شهداء هانا ومكان شهداء هانا، وهاي عمال إحنا ننزح قاعدين بنلم بأغراضنا مش عارفين وين نروح، ما فيش مكان ضايل آمن حتى إحنا نلتجئ إله، مش عارفين وين نروح. هذا النزوح تقريبا رقم 8. طب إيش وين نروح؟ فهمني وين نروح؟ وأنا كلهم اللي معي أطفال، فيش معي حدا يساعدني يقف معي، كلهم أطفال. هاي زي ما أنت شايف، ها طلع هاي واحد وهي واحد وهي واحد وهناك واحد. هاينا عمال بنضب في حالنا مش عارفين وين بدنا نروح. قالوا لنا في مكان امين، يقولوا عن المناطق هذه امينه. قالوا لنا الجنوب مناطق امينه ويجينا هان وهم قصفونا وهيلوا الخيام علينا. احنا الليله متنا هان، متنا شفنا الموت بعينينا للامانه، واطفال اللي عندي كلهم اتصابوا. بعد هيك يعني احنا رايحين على مدينة حمد، وبرضه مدينة حمد يعني مش آمنة، فيها موت أكتر من هان، فاحنا مش عارفين وين نروح. اليهود قالوا لنا انه هذه منطقة آمنة، طب منطقة آمنة ليش ضربتوها؟